تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لطول لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب